تحياتي لحضراتكم وتحياتي للسادة المشاهدين. أتواجد الآن داخل محافظة المنوفية وتحديدا من مدينة السادات على هامش زيارة للمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. هذه الزيارة بدأت من الطريق الرابط الذي يربط بين محافظة المنوفية ومحافظة القليوبية، طريق شبين الكوم الأناطر، ومن ثم انطلقنا إلى يعني طريق آخر أو خط سكة حديد آخر يربط بين محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة. إذن كانت هذه الزيارة يعني في خلال أربع محافظات. معي مع حضراتكم لتفاصيل أكتر معالي الوزير المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. تحية لحضرتك مع الوزير. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. بدأنا هذه الزيارة قبل ساعات، يعني امتدت إلى عدد من المحافظات، يعني كيف نطمئن المواطنين على هذه الزيارة؟ أنا بطبيعتي بحب أتابع شغلي على الأرض يوم بيوم. احنا عندنا في محافظة المنوفية بالتحديد كثير من المشروعات اللي بتتنفذ في مجال الطرق والكباري والسكك الحديدية. طبعا هذه المشروعات بتربط المنوفية بالمحافظات المجاورة، ومنها طبعا زي ما انت ذكرت سواء البحيرة او الغربية او القليوبية بالتحديد. بدأنا صباح اليوم في زيارة محافظة القليوبية، او بدأنا من محافظة القليوبية، يعني تفقدنا طريق مهم جدا بننفذه في قلب الدلتا، هو محور القناطر او القليوب، القناطر الباجور شبين الكوم طنطا كفر الشيخ مطوبة ثم البحر المتوسط، يربط ما بين القاهرة وكل هذه المدن وهذه المحافظات. ده طريق طولي موازي لإسكندرية الزراعي، وبيقطعه في بعض الأماكن عند طنطا وما بين إسكندرية الزراعي وبين إسكندرية الصحراوي. هذا الطريق في المرحلة الأولى أو المرحلة الأولى منه 33 كيلو بتربط ما بين القناطر الخيرية ثم الباجور. طبعا بنمده شوية في اتجاه الجنوب في اتجاه اليوب، ومنده شمالا حتى شبين الكوم. السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله نكمل من شبين الكوم حتى طنطا ثم الدول الساحلية. فكان لازم نمر على هذا الطريق، والطريق ده بيتعمل بتقنيات حديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف والحفاظ على البيئة والاستفادة بما يوفره ما توفره هذه الطريقة من خامات ومواد وتكلفة مالية ووقت أيضا. يعني تفقدنا الطريق وقابلنا سيادة المحافظ والسادة النواب مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة المنوفية، وخاصة يعني مركز الباجور. تفقدنا الطريق وشفناه وطمنا ان فعلا الاعمال بتتم طبقا للخطة الزمنية اللي احنا حاطينها، وطبقا لاعلى مواصفات جودة ومواصفات فنية للطرق. يعني كان لنا بعض الملاحظات طلبنا من السادة النواب والاهالي حتى اللي في القرى اللي على مسار الطريق ان هم يساعدونا في ازالة التعديات او ازالة يعني الامتدادات بتاعت البيوت اللي موجوده. مش عايزين بقى نقول تعديات، يعني كل بيت كده عامل له حاجه قدامه، ان شاء الله باذن الله هيساعدونا ان احنا نشيلها عشان نوصل بالطريق الى طريق اتجاهين، كل اتجاه حارتين، طريق امن، يبقى فعلا محور في قلب الدلتا. خلصنا هذا المحور واتنقلنا على مدينه الباجور. الباجور فيها طبعا فيها كوبري في قلب مدينه الباجور بيعبر السكك الحديديه. الكوبري ده معمول تقريبا من 2003، محتاج طبعا صيانه واصلاح مستمر زيه زي اي عمل صناعي سواء كوبري او نفق، وخاصه طبعا ده بيعبر يعني رابط شطري الباجور، بيعبر الباجور عليه طبعا كل العربيات سواء العربيات الملاكي الصغيره او العربيات اللواري الكبيره المحمله طبعا بكل المواد المحجريه وكل المنتجات اللي بتتحرك في منطقه قلب المنوفيه. في حصل فعلا جزء يعني كسر صغير في الطبقه العلويه لسقف الكوبري.
نتيجة العبور طبعا بالحملات الزايدة جدا عليه. على طول وجهنا، شفت انا وسياده المحافظ ومعانا النواب اللي كانوا معانا وكانوا بيتكلموا على الكوبري، اللي انا في الاول قلت لهم انا مش هعمل لكم حاجه الا لما تساعدوني ان انا اخلص الاول الطريق. طبعا واحنا طبعا هذه النقطه تحتاج الى توضيح. انا طبعا لازم اقول لهم كده في الاول، اقول لهم انا مش هعمل لكم حاجه خالص، ولا اعمل لكم كباري، ولا اعمل لكم حاجه غير لما تساعدوني الاول عشان نعمل او نتعاون مع بعض في فتح الطريق، فتح وازاله التعديات على الطريق. هم الساده النواب من المنطقه ويقدروا يتكلموا مع اهليهم، وسياده المحافظ طبعا مشكورا كان موجود معانا ووعد هو والناس بتوع الحكم المحلي ان هم برضه يتدخلوا معانا. فانا كان لازم كده في الاول اقول لهم انا بصراحه شكل الطريق حاجه صعبه، ان الطريق عليه تعديات بشكل كبير جدا، والطريق اصبح طريق ضيق جدا، يعني تطويره ان احنا نخلقه محور صعب جدا. فكان لازم اقول لهم كده، اقول لهم انا مش عامل حاجه خالص في الباجور، ولا عامل كباري ولا حاجه غير لما ساعدوني الاول فيه. طبعا لما وعدوني ان هم بيساعدوا بداوا فعلا يساعدوا على طول مع الناس ومع اهلنا اللي موجودين. طبعا انا كنت بقول لهم كده اساسا يعني علشان طبعا يعني استفزهم واخد منهم اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت برضه هديهم اللي هم عايزينه، ان انا جاي عشان اخدمهم اساسا. رحت معاهم عند الكوبري وشفنا الكوبري وعيننا الكوبري، وكلفت شركه واحنا واقفين على طول، وان شاء الله باذن الله تخلص اصلاح الكوبري خلال شهر واحد النهارده ان شاء الله من الان. بعد كده اتحركنا بقى في مع الوزير. لو سمحت يعني اذا هناك ربط بين محافظتين، محافظة المنوفية ومحافظة القليوبية، يعني بطريق شبين الكوم الأناطر، ونحن الآن في يعني طريق الربط بين محافظتين، محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة. هذا المشروع، مشروع حياة السكة الحديد المتوقف منذ سنوات، يعني كيف نرى ذلك أو كيف نشرح للمواطنين؟ ده بقى اللي احنا جينا هنا على الوصلة دي. ده خط سكك حديد بطول 34 كيلو ونص، يعني أو 34 كيلو، بيربط ما بين محافظة المنوفية أو بيربط ما بين الكتلة السكنية الرئيسية في محافظة المنوفية، في قلب محافظة المنوفية، في منطقة كفر داوود ومدينة السادات، المنطقة الصناعية الكبيرة على الطريق الصحراوي. طبعا المناطق الصناعية في ناس ممكن يكونوا شغالين في المنطقة الصناعية ومقيمين فيها، ولكن احنا كعادتنا في الريف عايزين نبقى دايما جنب اهالينا ونتنقل كل يوم ونروح ونيجي، او حتى اللي ساكن هناك في السادات بيحب ينزل اخر الاسبوع ويرجع. فاحنا لقينا في طبعا طلب كبير على الحركه من زمان، من بدايه يعني مش عايز اقول لك من بدايه التسعينات، لما يعني بدات مدينه السادات في الثمانينات والتسعينات تبدا تظهر للوجود، يبقى فيها منطقه صناعيه كبيره ويبقى فيها مصانع كتير ويبقى فيه طلب على الايد العامله كتير، وده ابواب رزق بتتفتح لاهالينا اللي موجودين في الدلتا اللي في المناطق المكتظه بالسكان. انت عارف حضرتك المنوفيه الى حد ما مساحتها صغيره مش كبيره، الاراضي الزراعيه فيها برضه محدوده، فرص العمل فيها محدوده، فيعني لما يبقى في مدينه صناعيه زي مدينه السادات دي فطبعا في طلب كبير على الحركه. فالحركه بالسكك الحديديه اوفر وانظف للبيئه وبتشيل حمولات اكتر، وفي نفس الوقت ارخص على يعني في مستوى العمال والموظفين البسطاء اللي هيروحوا الى مدينه السادات. فتصمم هذا المحور مش عايز اقول لك من 2005 2006 بدا العمل فيه 2008، يعني لظروف بقى ثوره يناير توقف الشغل في 2010. انت عارف ان دايما يعني اهالينا كل واحد بيتمسك بارضه وكل واحد عايز يفضل في بيته اللي موجود فيه، ولكن في الاخر هم لما اقتنعوا غير بقى طبعا ان في الفتره بتاعت 2010 2011 12 دي الدوله كانت فكه شويه، يعني ما كانش فيه يعني كان فيه اتجاهات يعني او فيه اهتمام باتجاهات اخرى. لما بقى فيه يعني نظام قوي ومحكم وخلاص بقى فيه ناس تقدر تتكلم مع الاهالي، نزلنا اتكلمنا تاني مع الاهالي احنا في السكه الحديد وفي وزاره النقل وسياده المحافظ زائد اجهزه الحكم المحلي زائد برضه النواب المنطقه، بدانا نتكلم مع الناس، خدنا قرار تاني وجددنا تاني المشروع. وزي ما قلت من شويه، هو احنا ليه بنصرف النهارده يعني حوالي 800 مليون جنيه على الطريق 34 كيلو؟ طب ما بلاها يعني، ولكن لا، احنا بنخدم اهالينا وبنخدم الناس، ونصرف 800 مليون ومليار واكتر من كده علشان نسهل حركه تنقل مواطنينا من قلب الدلتا في المنوفيه الى
غرب الدلتا او على الطريق الصحراوي في مدينه السادات. ان شاء الله باذن الله الطريق يخلص يخدم الناس واهالينا المتضررين. انا بقول متضررين ولكن هم مش هيضاروا، مش هيخسروا حاجه، ان شاء الله باذن الله تعويضاتهم هياخدوها طبقا للتعويضات القانونيه اللي بتقدرها هيئه المساحه. لن يضار مالك او مستاجر في ارض زراعيه او في بيت ان شاء الله باذن الله. مع الوزير لاحظت من كلام حضرتك تاكيدك دائما على ان هناك خدمه تقدم للمواطنين وان المواطن هو الركيزه الاهم في جميع التوجيهات السياسيه التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. رساله بنصتها سويا الى مواطني محافظه المنوفيه ومواطني يعني مصر، يعني جمهوريه مصر العربيه. بقول زي ما قلت واحنا على الطريق الدائري وفي كل الطرق بتاعتنا، احنا عندنا توجيه واضح وصريح من سياده الرئيس ان لا يدار مواطن، لا يدار مواطن. احنا صح بنخدم، جاي نخدم المواطنين، ولكن انا مش هاخد منه ثمن خدمتي. احنا دوله، احنا بننفذ مشروعات قوميه عملاقه كبيره علشان نخدم بالاساس، نخدم اهالينا ونخدم مواطنينا. هو قد يكون مش مدرك ان المشروع ده زي ما، بس في ناس فاهمين كتير. في حد قال ان انا المشروع ده ما كانش هيخدمني هيخدم ولادي، ودي الحقيقه. ارجع تاني للنقطة، احنا تاني وتالت ورابع عندنا توجيه من سيادة الرئيس ان احنا لا يدار مواطن، احنا بنخش في ارضه او في بيته علشان ننفذ مشروع قومي. كل الناس بتاخد تعويضاتها العادلة ويمكن فوق كمان القانوني يعني. فيطمنوا وبيسمعوني دلوقتي اكيد، يطمنوا مفيش واحد هيضيع له لا ايراد ارض ولا شتلة. يعني الشتلة اللي في الارض بياخد ثمنها، ايراد الارض بياخد ثمنه، البيت بياخد ثمنه، مفيش حاجه بتضيع الحمد لله. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل مع الوزير مهندس كامل الوزير وزيرنا. اذا كانت هذه تفاصيل زياره المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات الى محافظه المنوفيه. لو يعني اردنا ان نتحدث عن الذي تم في هذه الزياره فان هناك تفقد تم لطريق يربط بين محافظه المنوفيه ومحافظه القليوبيه، طريق شبين الكوم القناط، وايضا هناك يعني محافظه اخرى يعني مشروع اخر يربط محافظه المنوفيه بمحافظه البحيره، هو مشروع احياء السكه الحديد. سالم احمد سالم، تين تي في، محافظه المنوفيه.